أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكارم إلى درس جديد من دروس المحادثات بالفرنسية للمستوى الابتدائي. راح تكون فيه يعني حوارات للمستوى المحترف والمتوسط عن قريب إن شاء الله. عنوان المحادثة اليوم الايغوبور في المطار الايغوبور. نعم، الحوار يدور بين ناو وغريك. غريك يستقبل ناو في المطار. نبدأ على بركة الله، بسم الله. ناو: بونجور، جو سوي ناو تانكا، فوزت مسيو برناو. بونجور، يوم طيب. يعني ناو تقول لغريك اللي راح يستقبلها في المطار: بونجور، جو سوي ناو تانكا، يوم طيب. انا اكون اسمي، يعني اكون ناو تانكا، تانكا عفوا، ناو تانكا. تقول له فوزيت مسيو برنار، فوزيت مسيو برنار، أنتم تكونوا حضرتكم السيد برنار. غريك يجيبها: أبل موا غريك، أبل موا غريك، أبل موا غريك. غريك يقول لها: ناديني فقط بي، اختصارا بغريك، اختصارا بغريك. يسألها غريك: تويا في بون فواياج، هل عملتي سفر جيد؟ يعني السفر تاعك مر بي جيد. تويا في بون فواياج، تويا في بون فواياج. ناو تجيبه: وي، نعم، يعني السفر كان جيد. وي و تو سي بيان باسي، تو سي بيان باسي، تو سي بيان باسي، كل شيء مر على ما يرام. سي تري جونتي دتر فوني مو شيرشي على ايغوبور. سي تري جونتي، ان هذا يكون جدا لطف، ان تاتي، دتر فوني، ان تاتي، تقدم، مو شيرشي يعني تستقبلني وتقلني، مشارش يعني تأتي تستقبلني وتقلني من المطار على ايغوبور. وي تو سي بيان باسي، سي تري جونتي دتر فونو مشارشي ا لوبيتال. انتظار شخص في المحطة او انتظار شخص في المطار، او تقيل شخص من المدرسة، من مكان العمل، تذهب لعنده تقيله، معنى مو شيرشي ا لايغوبور، شيرشي ا لايغوبور، شيرشي ا ليكول، قولوا عادي يعني شيرشي ا ليكول، يعني المزد بالقاموس تلقاي فعل شيرشي يبحث، لكن انا نستعملو الفرنسيين تقيل شخص من المطار، من المدرسة، من مكان العمل، ونستعملو بهذه الطريقة شيرشي ا، شيرشي ا لايغوبور، شيرشي ا ليكول. غريك يقول لها: سي نورمال، هذا يكون شيء عادي، سي نورمال، سي نورمال. اون ابيت ا كوتي، نحن فقط نسكن بالجوار يعني قرب المطار. اون ابيت ا كوتي، اون ابيت ا كوتي. اون فا سو تيتواي، اون فا سو تيتواي، اون فا سو تيتواي. اون يقولها غريك: اون فا سو تيتواي، فعل تيتواي معناه سنستعمل الضمير انت عوض، يكون تخاطب بفو، انتم، فوزيت مسيو، حضراتكم انتم، الطيبه، لانه في الفرنسيه الطيبه نستعمل الضمير فو للطيبه، حتى ولو شخص واحد. هو قال لها: لا، اون فا سو تيتواي، اون فا سو تيتواي، معناها نتكلموا يعني نغيروا الضمير انت، بدون انك تقول لي فو حضراتكم، قل لي انت فقط. هذا هو تيتواي، في الفرنسي يقولوا تيتواي، معناها نستعمل الضمير تي بيننا، تي بيننا، لا داعي للرسميه، هذا قصده. اون فا سو تيتواي. ان ناو تقول له سو تيتواي، هي لا تعرف هذا الفعل، سو تيتواي، سو تيتواي. يجيبها غريك: وي، اون سو دي تو، يعني سنخاطب، سنقول لبعضنا، ونخاطب بعضنا بضمير تو، انت وانت، انت.
Tu comprends à ta famille? Oui, Nan. On se dit tu. Tu comprends? Oui, on se dit tu. Tu comprends? Now, scroll. Ça y est, tu. Oui, je comprends. Ana afham. Ah, tu. Ansa. La mienne ansa, yani. Oui, Nan. Je comprends. Ana afham. Grec. يقول لها علي هيا اوني فا هيا هادو تراكيب القوالب هادو حفظهم كما علي هنا معناها هيا اللي يستعملوها كثير الفرنسي علي هيا اوني فا لنذهب علي هيا اوني فا لنذهب يعني في الغالب هذه تراكيب القوالب موجوده هكذا يعني احفظها وفهمها هكذا بهذه الطريقه علي اوني فا علي اوني فا هيا لنذهب علي هيا اوني فا لنذهب ترجمة فقط تقريبية علي اوني فا ليسي موا بورتي تون ساك قال يلا نذهب من المطار اقلك ليسي موا دعيني سوكيني احمل حقيبتك ليسي موا بورتي تون ساك ليسي موا بورتي تون ساك سوكيني احمل بورتي تون ساك حقيبتك ناو تقول له ميرسي سي تري جونسي هذا يكون لطف منك ميرسي سي تري جونتي ميرسي سي تري جونتي ميرسي سي تري سي تري جونتي الان ساعيد عليكم الحوار باللغه الفرنسيه ناو بونجور جو سوي ناو تاناكا vous êtes monsieur bernard ناو Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes Monsieur Bernard. Grec, appelle-moi Grec. Appelle-moi Grec. Tu as fait bon voyage. 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 Nao, oui, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. Grec, c'est normal. C'est normal. On habite à côté. On habite à côté. On va se tutoyer. On va se tutoyer. On va se tutoyer en. Now, se tutoyer. Se tutoyer. Se tutoyer. Grec, oui. Oui. On se dit tu. Oui. On se dit tu. On se dit tu. Tu comprends? Tu comprends? Now. Ah. Tu. Tu. Ouais. Oui. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Grec. Ali. Ali. On y va. Ali. On y va. Laissez-moi porter ton sac. Laissez-moi porter ton sac. Now. Merci. C'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Merci, c'est très gentil. إلى هنا انتهى هذا الحوار. أترككم في أمان الله ورعايته وحفظه إلى حوارات أخرى إن شاء الله. شكرا لكم.